الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلامك ميتين يا أهل الله مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد أنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا ومن الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما مش كده؟ حرمنا كل ذي ظفر. اه كده الاولى الاول معلش هاتها تاني بقى امسحها دي بقى قول امسحها مهم رجع عنا كده هترجع الحته دي تاني هو منتجها هو بيعمل طب خلاص ماشي طيب ماشي وعلى الذين هادوا اكرمك الله يا معلش ومن الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ماشي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض لا إله إلا الله معلش عشان دماغي تعبانة أوي على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حرمنا شوما لا اله عليهم معلش حاله تعبان جدا معلش لا على مين طب على مين الحمد لله انا بحمد الله على كل حال الحمد لله ومن البقر والغنم حرمنا ايه عليهم شحومهما الا ما حملت ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون معلش كمان مرة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر عامة وما حملت ظهورهم الإضغامات من أجيب أنا قلت حملت ظهورهم أقولها تاني أه قبل الإضغام عشان أضغمت أظهر خلاص أنا اللي مش مصدق كلام على الإضغام بتاع الشام يا سيدي حملت ظهورهم أنا قلت كده جت أنا أقولها تاني أقول خلاص ماشي أقول من أول إيه بقى قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله حلالا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين كل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر ضاد ساكنة وبعدها طاء الضاد لا تدغم في الطاء لأن الطاء أقوى من الضاد ننطق الأول بضاد وبعد كده الطاء فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور وإن ربك غفور رحيم. فإن ربك غفور رحيم جميل. اسم شرط جازم عاوز فعل وجزاء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الله يفعل. فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة ألجأته إيه؟ مفيش حاجة قدامه حلال إلا هذا الشيء المحرم يبقى لو ما كانش هيموت يعمل إيه؟
يأكل بس إيه؟ خلوا بالكم بقى، غير باغ يعني غير طالب للتلذذ، لأن الأكل ده محرم، فما تاكلش عشان تلتذ بيه وتتبصر كده هاخد بالك وتفضل تاكل كده وهو حرام، لا. أدي أول شرط. والثاني ولا عاد متعد حد الضرورة في الأكل، يعني حاجة اللي إيه يا دوبك تسد إيه تسد رمقك، يا دوبك مش تاكل تملى بطنك، لا، حاجة اللي هي تخليك إيه تمنع عنك إيه الموت أو الأذى اللي هيحصلك. أدي معنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يلا سلام. وعلى الذين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين مد ست حركات اسمها منه
قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ ها. قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ أم الأنثيين؟ أم الأنثيين أم اشتملت عليه أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نعم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك. اللي بعده اتفضل. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم كنتم شهداء ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه خد بالك طاعم يطعمه الميم ضمه في حاله الوقف يا سيدنا ها في حاله الوقف وايه في حاله الوقف يقول يطعمه ما تقولش يطعم اه نعم يطعمه لما تكف تقول ايه لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ايوه على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لا أوصل أوصل فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الله يفتح عليك يا سيدنا الله يفتح عليك اللي بعده اتفضل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وتقف عليه انت سمعت اللي انا بقول لك عليه ولا ما سمعتوش؟ رجع تاني يا مولانا رجع تاني طيب قول ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما افتح الميم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم بعظم عليها وقف أو ما اختلط بعظم وعليها علامة وقف تقف عليها أيوة كده ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. اللي بعد الخمس. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، إن شهدوا فلا تشهد معهم. أهلا وسهلا. إزاي؟ لحالك. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله يفتح عليك، تفضل يا أستاذ. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك، اللي بعده تفضل. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الله يفتح عليك، اللي بعده تفضل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا والغاية فخم زين شوي حرمنا من البقر والغنم الغاية قول يا ابني ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ها ومن البقر إلا ما حملت ذكورهما أو الحوايا
نزلنا سجلوا آية واحدة بس نحن نسمع القرآن غلط. كاش كده ويأخذ له آية مش عاجبه ويقوم يمشي. اللي بعد فطر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو كان استأذنك أربع لي عشان عندي خطور صايب دير عشان وراها ميتم خليها تفضل يا مولانا تفضل قل هل يخلص بس هداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله يرضى عليك. معلش أستاذنا استأذنك بس عشان لحظة واحدة يرى عشان هيمشي يلا. وهو الذي والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ماشي ماشي قولوا قولي أنا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه أيوة لا تسرفوا عليها علامتها ماشي ماشي قولها ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين أزواج معلهاش وقف عندك ها؟ ماشي 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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين العين عليها ايه؟ سكون يعني هو من الايه؟ عليها سكون لحفص ابن عامر واللي معاه ومن المعز اثنين وهي لغات المعز والمعز لغات عربية الله تعالى تكلم بها وأنزلها على حبيبه عليه الصلاة والسلام يعني المعز هو المعز ماشي؟ قول يا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أيوة كده تمام قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين الله يفتح عليك يا شيخ محمد يا الله شيخ تفضل يا شيخ يا الله روح انت اذا كنت عاوز تتوكل على الله قل أذكرين حرم أم الأنثيين تودي معايا يا شيخ إبراهيم نعم سيدنا سلام سلام حاضر يا سيدي أيوة ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ماشي احنا عاوزينها لا ارى الآزة الناس تبطل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين
كده تمام. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نعم. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك فإن ربك غفور رحيم. فإن ربك غفور رحيم. الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. ربنا على الذين في خير. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ظفر عشان نفس، عشان نفسك حتى كل ذي ظفر. النفس طويل والرواية بتاعتك عايزة نفس، فنمسك كده حتة حتة ونستغلها يعني. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. أيوة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وعلى الحوايا أو ما افترق العرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسهم عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا لو شاء الله ما أشركنا ولا الله يفتح عليك. تفضل يا حاج. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون. حاج موحي كما مرة كل هلم شهداء يعني غن الميم شهداء هلم. قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. نعم. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله يفتح عليك حكمة. تفضل يا استاذ. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع
والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل هل أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله يفتح عليك يا عثمان الله يفتح عليك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يكفر غير ذلك ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله يفتح عليك ما بتفضل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فإن شاء لهداكم أجمعين
قل هلم شهداء الذين أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم عند ربهم يعدلون. الله يفتح عليك. الله يا حبيبي. الله أكبر من الدنيا.